ميشيل قديش هالقد؟ خليني اياك. مش ميشيل شاب حلو؟ ما بجرب اتنفس معه على كل حال. في صوت نقولها سعاده نخله. شو اللي فرق عليك بين المستقبل وبين اسيا؟ المستقبل باسيا ان شاء الله. اثبتت الايام انه الرئيس ميقاتي ما هو بيقرر. سلاح بايد الجبان بيجرح. باسم الحب عم نقتل، باسم الدين عم نقتل. صار القتل رخيص. يا الاعدام يا طلعون براء. من قلبي أيتي سيمون بيبو كتير كتير. حديث البلد الليلة 9:30 على الام تي في.